السلام عليكم ورحمة الله. أزول فلاوي عيسى قبل الحرام اللي فرض روحها على الشعب الجزائري ما تركتش ولا مجال وما دخلتش فيه لزرع الفتنة بين الإخوان وبين الأشقاء. بعد ما دخلت في التجارة الخارجية والاقتصاد وكذا وعاطية أوامر الصادرات باش ما تجددش العقد تاع انبوب الغاز اللي يمر عبر المغرب وباش يدي الغاز للبرتغال والإسبانيا في عوض يغلقوا فمهم ويخلوها ما بين شركات تجارية يدبروا رؤوسهم ما يعملوا بيان من رئاسة الجمهورية، بينما المغرب يكتفي ببيان من الديوان الوطني للكهرباء والماء. خلاص قضية ديوان ماشي رئاسة. لا يزيدوا هذه الخطرة يفرضوا على الفيدرالية لكرة القدم، قال أرفضوا الحاكم المغربي اللي عينته لا فيفا للمقابلة بين الجزائر وبوركينا فاسو. هاو حتى ارتفع يا عيب عيب تنتايا ترفض حاكم لأنه مغربي، تبهدل في روحك قدام الناس لأنك شوف دير واش دير. شغل واحد يحب ينحي نيفو من وجهه ما تقدرش. لما نمشيو في أوروبا سواء في فرنسا في ألمانيا وين راح يقول لك تيب مغربا، يقول لك تيب مغربا ما يميزوش ما بين الجزائري والمغربي والتونسي. يجي ولاد الحرام يمشي عند فيفا يبهدل بينا يقول لهم لا ما يبغوش حاكم مغربي، يعني كل اللي راح نخسروا كان يحكمنا المغربي راح يقول لنا عمره ولا حاكم مغربي خرج ضد الفريق الجزائري. عمرها ما صارت اللي يتذكر ماتش تاع فوتبال لعبته الجزائر ضد فريق اخر وكانوا مع وكان الحكم ضد فريق الجزائري يسميهن يذكرهن. يعني هذه نذالة ولا خليني، هذه نذالة ولا خليني. أكثر من هذا ما تقدروش نوصلوا، يعني أرخص من هاك. وعلاش هذه العصابة هذه يا ربي سلط علينا؟ هؤلاء الحرام هذه يبهدلوا فينا قدام الناس، من جهة قلقت عن غاز قدام الإسبانيول والبرتغالي والأوروبيين وكذا منا يتفرجوا فينا كاش نضاربوا كاش خدمة الناس تاع ما عندهم لا شرف لا دين لا ملة. وكله جاي من عند عصابة المغرب ما دارش عمره ولا، يعني نتكلم بموضوعية. أنا نقول ونعاود أنا ما ندافع عن المغرب، والمغرب ما هو سمع بيا وأنا ماني سمع به، وأنا من الآخر أنا ندافع عن الجزائر ويديني النيف عن الجزائر وتغيظني بلادي كيفاش يجيو ولاد حرام يطيحوا بها يوصلوا إلى درجة أنه يحرشوا في ديرالية تاع كرة القدم. نقول لهم ارضوا الحاكم المغربي، ارضوا اللي لعبوا الفريق الوطني في المغرب ضد بوركينا فازو رئيس الاتحادية المغربية قال انا تحت تصرف المدرب الجزائري جمال بلماضي اكثر من هذا. اي بورتون من المفروض ما يقولهاش لانه بوركينا فازو هو اللي يستقبل ماشي الجزائر اللي تستقبل ولا المغرب اللي يستقبل. بوركينا فاسو جاي يتسمع راي في بلاده، ما يجيش رئيس اتحاديه البلاد اللي لجؤولها البوركينابيين يقول انا راني تحت صف المدرب الجزائري واللي احتاج رانا هنا وكذا. وشفنا كيفاش الفريق الجزائري كيستقبلوه، وهذه بشهاده رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وبشهاده اللاعبين الجزائريين وبشهاده المدرب الوطني الجزائري نجم بالماضي. هذا كامل الحرام غاضب من الحال كيفاش رئيس الاتحاديه والمدرب واللاعبين عاجبهم الحال ومرتاحين في المغرب.
ولا يقولوا نقولوا ما يحبوش اربيتر ماروكا، ما يحشموش ما يحشموش. هادو هادي كي قلت نقولها ونعاود، هادي صايرت لهم شغل هذيك حاجه من يسمع العاهره هذيك اللي ظل تستفز في جيرانها وبحال الطاقه وتكلم بالكلام الزايد تسب وتعاطي وكذا، وجيرانها متجاهلينها متجاهلينها لانه واحد ما يحبطش المستوى باش يرد على عاهره، وهذا الحرام هذا هو مستواهم، هذا هو مستواهم، شنقريحه وتبون جمعت ماذا هو المستوى تاعهم. الجزائر ولات هكذا يا جماعه، شكون يقبلها هذه؟ شكون يقبلها؟ الجزائر ولات هكا يجي يبهدلوا روحهم قدامنا في فرق ما يحبوش اربيتر مغربي. شوف يا تزير جيب لها اربيتر اسرائيلي، انا حبيت من اسرائيل يجي معاول باش يخسر ليك تا تربح. عندنا ايكيب رصاص هذه الاولى، نثيقوا في ليكيب تاعنا، ما نخافوش من الاربيتر، ما نخافوش من الاربيتر، ما نخافوش من الاربيتر. اون بليس الى حد الان ما شفنا حتى اذى من المغرب. باقي العصابة قلت ام السفينة ام دارونا، ما جابوش حاجة وحدة ثبتوها، ما ثبتوش جرام. الناس تضحك عليهم، وهذا ما خلى عدد الدول تولي تضرب فيهم بالكفوف. مجلس الامن من 15 دولة ولا دولة صوتت لأطروحات الجزائر، ولا دولة، بالرغم انهم يعني فيها اصدقاء، الروس اصدقاء والشناوة اصدقاء والنيجر ماشي غير اصدقاء، ياكلوا في الخبز، تونس اصدقاء وياكلوا في الخبز، يعني ما كانش يعني انه ما عادش عندها مصداقية، واحد ما يقدر يصدقها، استرميني ما بقاش، ما يحشموش، ينحكوا كرة القدم يقولوا بدري لاربيتر، يا ولاد وجوه البخص وجوه الرخص. ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.